أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك معجزة تتعلق بذكر وفاة أو عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي 63 سنة. ذكر هذا الرقم في القرآن بشكل مذهل، تساءل عنها البعض وبعضهم استفسر عن هذا الموضوع. أيها الأحبة، سوف نتأمل اليوم معجزة مبهرة بالتفصيل تشهد على أنه رسول الله. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة هجرية. إذا حولنا هذه السنوات إلى الميلادية نجد أنه ولد عام 570 ميلادي، هذا ثابت عند المؤرخين والمستشرقين، وتوفي عليه السلام سنة 632 ميلادي. 632 ناقص 570 يعطيك 62. طبعا هو عاش ليس 62، إنما هو أقرب عدد، يعني هو 61 فاصل كذا، بحدود 62. سنة الوفاة هي 632 وسنة الميلاد 570. طرح هذين العددين يعطينا 62 سنة شمسية أو ميلادية. بالنسبة للسنوات الهجرية فهي 63 سنة. ولد قبل الهجرة ب 53 سنة، عندما هاجر كان عمره 53 سنة، وعاش بقى 10 سنوات بعد الهجرة في المدينة، المجموع 63. النبي عليه الصلاة والسلام عمره ينقسم إلى ثلاثة مراحل أيها الأحبة. المرحلة الأولى هي ما قبل النبوة وهي 40 سنة. ما قبل النبوة عمره 40 سنة. عندما وصل إلى سن 40 نزل عليه الوحي بكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن المرحلة الأولى رقمها 40. المرحلة الثانية رقمها 13. بقي في مكة المكرمة 13 عاما وهو يدعو الناس. إذن مدة الدعوة في مكة 13 سنة. والقرآن المكي الذي نزل بمكة نزل لمدة 13 عاما. ثم هاجر إلى المدينة في السنة 13 للهجرة للبعثة، هاجر إلى المدينة. في المدينة بقي 10 سنوات ثم لحق بالرفيق الأعلى. إذن 40 13 10، أو إذا أردنا أن نرتب حسب تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه أمضى آخر 10 سنوات من عمره في المدينة، وقبلها 13 سنة في مكة، وقبلها 40 سنة قبل البعثة أو قبل النبوة. أصبح لدينا، دققوا معي رجاء أيها الأحبة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة هجرية أو 62 سنة ميلادية تقريبا. هذه السنوات تنقسم إلى 10 سنوات في المدينة قبل موته، ثم 13 سنة في مكة، ثم 40 سنة قبل البعثة الشريفة. احفظوا هذه الأرقام أيها الأحبة، 10 13 40. القرآن ذكر موت النبي، قال إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن هذه الآية لا تتحدث عن وفاة النبي، لأن الوفاة تعني الانتقال إلى الرفيق الأعلى وخروج الروح والنفس. إنك ميت، كلنا ميتون، يعني أنا الآن أمامكم ولكنني ميت، يعني أنا في حكم أنني سيأتي يوم سأموت. وعندما خاطب الله النبي قال إنك ميت وإنهم ميتون، أي أنك لن تستطيع أن تكون مخلدا، سيأتي يوم وتموت. فهي لا تشير هذه الآيات إلى وفاته عليه السلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت يوما ما،
أو سيقتل، يعني جعلت لم تؤكد أن هناك وفاة حقيقية سيتوفى إلى الله. المهم أيها الأحبة، آيات كثيرة تحدثت عن موت النبي، عن إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت إلى آخره، ولكن هناك آيات تحدد وفاة النبي، يعني مثلا نتوفينك، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هذه العبارة أيها الأحبة، دعوني أبحث معكم عن عبارة نتوفينك أو كلمة نتوفينك. نجد أنها تكررت 3 مرات. دققوا معي أيها الأحبة رجاء. الآية الأولى، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه الآية ذكرت صراحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية موجودة في سورة يونس. الآية الثانية أيها الأحبة، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه في سورة الرعد. الآية الثالثة، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذا لا يوجد إلا 3 آيات فقط تحدثت صراحة عن وفاة النبي. طيب، قلنا إن مراحل النبوة هي، لو أخذنا وفاة النبي سن 63، قلنا آخر مرحلة قضاها في المدينة 10 سنوات، قبلها 13 سنة، قبلها 40 سنة. دققوا، 10 13 40. دققوا معي هنا أيها الأحبة، دققوا معي رجاء، يعني نريد أن نصل إلى معجزة مبهرة بالفعل. سورة يونس كم رقمها؟ 10. المرة الأولى التي وردت فيها كلمة نتوفينك في سورة يونس رقمها 10، 10 بعدد سنوات الدعوة في المدينة. المرة الثانية في سورة الرعد رقمها 13، عدد سنوات الدعوة في مكة. ماذا تتوقعون الرقم الأخير؟ يجب أن يكون 40 بالفعل. المرة الثالثة وردت في سورة غافر نتوفينك رقمها 40. والله أيها الأحبة، الجلد يقشعر ويخشع من هذه الدقة. نتوفينك 3 مرات بالضبط بعدد مراحل النبوة، ورتبها الله في 3 سور محددة. يونس 10 رقمها، الرعد 13، غافر 40، تماما نفس مراحل النبوة. مجموع هذه الأرقام طبعا 10 زائد 13 23، زائد 40 63. مجموع أرقام هذه السور هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل توفاه الله في عمر 63 سنة. سبحان الله. الحقيقة أيها الأحبة، أحد الأخوة نبهنا على يعني شيء فعلا مذهل، حقيقة مذهلة، وأنا أدعو لكل من يرسل لنا حقيقة لنوصلها للناس أن يجعل الثواب ما يرسل لنا إن شاء الله في صحيفته، لأنني يعني أنا حقيقة إنسان سخرني الله لإيصال هذا العلم. فكل من يرسل لنا معلومة تفيد في أبحاث الإعجاز العلمي أو الرقمي فنساهم في إيصالها للناس، فجزاه الله ألف خير. أيها الأحبة، المعلومة التي أرسلها لنا هذا الأخ الكريم، أن هو بحث في عدد كلمات هذه السور 3، يونس، الرعد، غافر. دعوني أعود هنا لعرض الآيات، آيات القرآن كاملة، وهنا لدي خيار بزر الماوس الأيمن، اختيار سور. أستطيع أن أختار سورة يونس مثلا،
رقم 10 وأضغط على الكنترول وأختار سورة الرعد 13 ثم أختار سورة غافر 40 طبعا بالضغط على زر الكنترول ثم أقول له موافق هنا طبعا عزل لي هذه السور الثلاثة آياتها 237 الكلمات 3906 طبعا مع دمج الواو هنا لدينا منهجان دمج الواو وفصل الواو الحروف كذا الآن هذا الرقم أيها الأحبة كم يساوي دعوني أستخدم الآلة الحاسبة معا عدد الكلمات قلنا 3906 هذا العدد أمامكم أيها الأحبة كم يساوي هذا العدد إذا قسمناه على عمر النبي يعني تقسيم 63 يعطيني 62 بكلمة أخرى دعوني أعود إذا ضربت عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بالهجري ضرب 62 بالميلادي يعني ماذا يحدث؟ ماذا ننتج؟ نضرب 63 ضرب 62 نضرب 63 ضرب 62 يعطينا 3906 هذا الرقم هو عدد كلمات السور الثلاثة التي ذكرت فيها كلمة نتوفينك شيء عجيب أيها الأحبة دقة مذهلة يعني الله تبارك وتعالى اختار السور الثلاثة المناسبة من حيث ترتيب هذه السور لتتفق مع مراحل النبوة وليكون مجموع أرقامها 63 واختار عددا من الكلمات لكل سورة بحيث أننا إذا جمعنا كلمات السور الثلاثة التي تحدثت عن وفاة النبي نجد عدد كلماتها 3906 يساوي 63 مضروب 62 عمر النبي بالهجري ضرب عمره بالميلادي يعني كيفما تلفت تجد هذا الكتاب محكم تجده دقيقا تجد أنه كما وصفه الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم النافع وندعو الله أن يجزي خير الجزاء كل من يساهم معنا بفكرة أو بمعلومة تفيد ونوصلها للناس لأن الملائكة تصلي على معلمي الناس الخير الملائكة وحتى الحيتان وحتى النملة في جحرها أيها الأحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ليصلون على معلمي الناس الخير وكل من يساهم بمعلومة أيضا نوصلها للناس أيضا يدخل ضمن هذا الحديث النبوي الشريف نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون